تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أشرفت وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة على تنظيم النسخة الثالثة للمؤتمر الدولي فوتوفولتايكا الذي احتضنت فعاليته مدينة مراكش خلال الفترة ما بين 13 إلى 15 فبراير الجاري. وشكلت هذه الدورة انطلاقة جديدة ومغايرة للنسخ السابقة، وذلك عن طريق التوجه للقارة السمراء التي أصبحت تشكل خيارا استراتيجيا للمغرب، لتصبح بذلك تسمية المؤتمر فوتوفولت أفريكا. نحو التنمية المستدامة في إفريقيا كان هو شعار النسخة الثالثة من فوتوفولتايكا، وذلك لتحسيس المهنيين بأهمية استثمار في الطاقة الشمسية بالقارة السمراء. وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة السيد عزيز رباح أكد على أن المغرب وبروح من التضامن الفعال مصمم على مواجهة التحديات التي تواجه إفريقيا عن طريق تقاسم خبراته في تطوير الطاقة الشمسية. اليوم هذه النسخة هي نسخة إفريقية أمام الدول الإفريقية، تحديات كبيرة جدا هو اختيار نوع التكنولوجيا التي تصلح لإنتاج الطاقة. عندما أقول جميع التكنولوجيا تصلح، ولكن التي تصلح للوضع الإفريقي نظرا لخصوصيات يعني المناخ في إفريقيا ولخصوصيات التضاريس ولخصوصيات يعني العلاقات بين الدول الإفريقية، ولذلك ما هي التكنولوجيا وما هي الحلول إن صح التعبير التي تصلح للدول الإفريقية، وخاصة أنه المجال الطاقي يعرف يعني سرعة كبيرة جدا في مجال تطور التكنولوجيا، وهذا كيخلق واحد الحيرة على مستوى الاختيار. أنتم تعلمون في مجال إنتاج الكهرباء العقود مع الشركات ليست عقود سنوية ولا عقود قصيرة المدى، هي عقود طويلة المدى، ولذلك يجب التفكير ماليا لكي تختار الحلول التي تناسب 15 سنة 20 سنة 25 سنة. وبالتالي اليوم نحن سنكون أمام يعني عرض للتطور التكنولوجي، عرض لتطور التشريعي، عرض أيضا لتطور الحلول، ثم أيضا سنكون أمام يعني اقتراحات لخلق نوع من الاندماج والتعاون بين الدول الإفريقية. دورة فوتوفولتايكا هي مواكبة للدورات السابقة فيما يتعلق بأن هذا الموعد أصبح الآن فرصة للفاعلين في مجال الطاقة المتجددة وبالتحديد في الطاقة الكهروضوئية، سواء وطنيين أو دوليين، يتلاقوا أولا باش يتعرفوا على مستجدات الاستراتيجيات الوطنية بصفة عامة في طاقة متجددة وفيما يتعلق بهذه التكنولوجيا بالتحديد. كلهم كذلك فيما بعضياتهم هي تكون فرصة لربما نسج شراكات جديدة ويساهموا من خلال هذه التظاهرة وبطبيعة الحال تظاهرات أخرى في مواكبة المسار المغربي والمسار الجهوي. المسار المغربي اللي نذكر أنه بدأ برؤية طموحة وللآن تجاوزت مرحلة الرؤية ودخلنا لمرحلة الإنجاز ونتطلع إلى آفاق جديدة أوسع وأعرض وأعمق، سواء تعلق الأمر بحصة الطاقة المتجددة في الباقة الكهربائية الوطنية أو في الدور اللي يمكن تلعبه الطاقة المتجددة في الاندماج الجهوي مع أوروبا من جهة أولى ومع أفريقيا من جهة ثانية. وهذا بطبيعة الحال يتطلب أنه يكون واحد النوع من النسق بين جميع المتدخلين، قطاع خاص، قطاع عام، قطاع مؤسساتي، واللي كنظن مثل هذه اللقاءات ما يمكن الا تساهم ايجابيا في هذا الاتجاه.